welcome dear students to a new english lesson today we have unit 2 lesson 4 work or play عزيزي طالب الصف الثالث المتوسط اليوم الدرس راح يكون مخصص لك الوحده الثانيه الدرس الرابع وهو بعنوان work or play so be with me كن معي عزيزي الطالب وتلاحظون امامكم هذه الصفحه كامله صفحه 22 من كتاب الطالب هذه امامكم الصفحه here we have lesson 4 work or play ننتبه هنا للعنوان work or play معنى العنوان هو is it hard or easy to be an actor يعني هل التمثيل هنا كان هو كعمل أم هو للمتعة هذا هو ما يعني العنوان is it hard or easy to be an actor هل هو صعب أم سهل أنه تكون ممثل so dear students here we have the page الآن نقسم الصفحة وتكون أوضح أنه Here we have lesson 4 work or play. We have different types of programs. Dear students, we have different types of programs عندنا مختلف انواع البرامج من ضمنها هذه البرامج عدت لكم هنا مجموعه من هذه الانواع وهذه كل ليش ذكرتها لان راح نستفاد منها بدروسنا القادمه. من هذه البرامج هي النيوز الاخبار ايضا we have documentary الوثائقيه البرامج الوثائقيه we have film we have comedy عندنا افلام وعندنا الكوميديا we have cartoons الرسوم المتحركه ايضا we have quiz show quiz show وايضا we have chat show الى اخره هذه كلها انواع برامج تفيدنا ومهمه انه نعرف معانيها اللي راح تمر علينا here we have a, we have a this is Lucy Fisher this is Lucy Fisher. here we have Lucy Fisher she is the star of a new TV comedy هي نجمه في برنامج تلفزيوني جديد في كوميديا تلفزيونية جديدة Some students are interviewing her بعض الطلبة عملوا مقابلة معها interviewing her match the questions and answers المطلوب إنه أصل بين الأسئلة اللي طرحها الطلبة وأجوبتها وننتبه إلى هذه الأسئلة والأجوبة. Here we have questions How old are you and here we have answers. How old are you العمر what character do you play الشخصية اللي تقومين بها لاحظوا هناك كلمة play what character do you play what character do you play معناتها الشخصية اللي تأديها اللي تقومين بدورها what kind of TV program is it واحنا عددنا عدة برامج how did you get the part هنا the part ننتبه إلى معناها وهو الدور كيف حصلتي على الدور اللي تقومين به How long did it take؟ كم استغرق تصويره؟ اللي أجيب راح تكون six months. I play the part of سمارة. العب دور سمارة. I saw a poster at school. رأيت بوستر شري... يعني ملصق إعلاني في المدرسة. I am sixteen and it is a comedy. الآن مطلوب أن نصل كل سؤال مع جواب المخصص إليه واللي ناسبه. How old are you؟ كم عمرك؟ فأكيد راح يكون هو الدي. I am sixteen. 2، what character do you play? الشخصية اللي تقومين بيها هي B، I play the part of سمارة، ألعب دور سمارة. 3، what kind of program of TV program is it؟ أي نوع من البرامج التلفازية هو؟ It's comedy. It's a comedy إي. How did you get the part? كيف حصلتي على the part؟ قلنا كلمة مهمة الدور. I saw a poster at school. I saw a poster at school. and how long it did take كم استغرق وقت التصوير هو a 6 months ستة اشهر. Here we have exercise B practicing the interview with your partner معناته هنا راح يكون من الصورة اللي امامكم راح يكون العمل هو ثنائي uh, work in pairs بينك انت وزميلك وتتبادلون الادوار بطرح الاجوبة والاسئلة. سي رايت ثري مور questions تو ask Lucy. المطلوب هنا عزيز الطالب انه تكتب ثلاث ثلاث اسئله اضافيه تضيفها لقائمه الاسئله هذه للوسي هذه طبعا الاسئله انت راح تكتبها وبعدين ورا ما نقرا هنا اللي عندي الماده راح تشوفون هل يوجد اسئله طرحها الطالب نفسها موجوده بالماده السمعيه راح اقرا لكم الماده السمعيه وتنتبهون Listen to the interview. Do the students ask any of your questions? يعني هنا بعد ما الطالب يكون ثلاث اسئله ننتبه هل هي من ضمن الاسئله اللي طرحت لولا. How old are you? I am 16. Is your father an actor? No, he isn't. He's a doctor. What's the TV program called? ماذا يسمى هذا البرنامج التلفزيوني؟ It is called The Badri Family. The Badri Family. What kind of TV program is it? It is a comedy. It is really funny مضحك What character do you play? شخصية Abhe, I play the part of Samara. She's the daughter of the family. How did you get the part in the TV program? شون حصلت Ador. I saw a poster at school. It said audition next Friday. Audition هنا معناته تجربة الإداء. next Friday in the school hall. So, يعني بقاعة المدرسة. So I went for the audition. I did all right, but I didn't think I'd get the part. لكن ما اعتقدت إني راح أحصل على الدور. Why didn't you think you'd get the part? هذا التلميذ ده يسأل سمارة because there were about 200 other girls there. أكو 200 بنية ثانية فصعب إنه يتحصل الدور. How did they tell you about the part? They phoned. يعني شون باللغة إنها حصلت الدور بإنها اتصلوا بيها my mother answered the phone she screamed really loudly صرخت بصوت عالي أمها من الدهشة so I ran to her she told me the news and I screamed too then we both started laughing and crying يعني بدأوا بالبكاء وبالضحك بحالة من البكاء والضحك did you go to school during the filming? هل تذهبين إلى المدرسة أثناء التصوير؟ No, I didn't go to school for about six months. إذن قطعت عن المدرسة حوالي ستة أشهر. Wow, cool. Yes, but wait a minute. لكن انتظر يعني انقطعت انقطعت عن المدرسة لكن مو معنى تلام تدرس. But wait a minute. I had a special teacher with me all the time. She taught me in all the breaks. It breaks تعني الريست الاستراحة فترة الاستراحة and after filming each day وبعد التصوير. Did you have lots of words to learn? هل هناك الكثير من الكلمات يجب تعلمها؟ Yes, lots and lots. But of course you only do one part of the program at a time. يعني هي تصور جزء واحد كل مرة تصور به جزء تحفظ الكلمات المخصصة إليه You only have to learn a few words at a time. ويشوف الطالب هل هناك أسئلة طرحها نفس الأسئلة الموجودة أم لا الآن ننتقل إلى مادة القواعد وهنا راح تكون asking about the present and the past هذه المادة أيضا موجود شرح عنها في نهاية كتاب الطالب راح نتكلم عن السؤال في حالة المضارع وفي حالة الماضي في حالة المضارع البسيط how old are you مثلا how old are you تلاحظون الار هنا دلت على المضارع بينما where you happy were you happy? هل كنت سعيدا؟ هنا ال دلت على الماضي. What character do you play? هنا do دلت على المضارع. How did you hear the news? كيف سمعت الاخبار؟ هذه هنا دلت على الماضي. هنا تلاحظون بكل هذه الحالات انه قدمنا الفعل المساعد على الفاعل، قدمنا الار والوير على الفاعل في حاله no verb to be وقدمنا الدو والديد على الفاعل أيضا، إذن في حالة السؤال انتبه أن نقدم الفعل المساعد على الفاعل وإذا كان was were أو is are um, أيضا أقدمها على الفاعل. Here we have asking about the present and the past form. Here we have present simple and past simple وهذه جمل are you are you friends لاحظوا قدمت ال R على الفاعل. were you friends هذه في الماضي. what did you like to do? what did you how did you meet her? إذا الدوت تدل على المضارع والدد تدل على الماضي وسبق أن شرحنا إحنا بالدروس السابقة شلون نميز بين المضارع البسيط والماضي البسيط وهذه مجموعة من القواعد اللي موجودة بنهاية كتاب الطالب اللي تتعلق بالمادة عن المضارع البسيط والماضي البسيط وأنه لازم نقدم الفعل المساعد على الفاعل مع مجموعة من الأمثلة وإذا كان عندي دبليو يعني ادوات استفهام ايضا لازم اقدم الفعل المساعد على الفاعل ويبين لي انه من استخدم verb to be استخدمها اما ويا الصفات او الاسماء او الظروف لكن من عندي فعل رئيسي معناته استخدم ديد ودو وداز وحسب الازمنه هنا عندي مجموعه من الامثله مثلا they are late هذه مضارع are they late قدمت الفعل المساعد على الفاعل she is happy is she happy the boy is a player What is the boy؟ What is the boy؟ ناس تخدم الـ WH question They play tennis. Do they play tennis؟ لاحظوا ناس تخدم الـ Do لأن عندي play ما عندي فعل مساعد فاشتق الفعل المساعد ودائماً نفهم أنه نحفظ Do, Does وديد نستخدمها كافعال مساعدة من ما عندي فعل مساعد في حالة الماضي She was happy. Was she happy؟ علي bought a shirt لاحظوا هنا بوت فعل ماضي فاستخدمنا الفعل المساعد did did علي باي الشيرت فهنا did و do و does يأتي بعدها فعل مجرد خالي من أي إضافة he was a student what was he لاحظوا هنا قدمنا ال was أيضا على الفاعل Here we have activity book page 28. عزيز الطالب ننتقل إلى صفحة 28 من كتاب النشاط وهذا نفس التمرين أي اللي كان موجود في كتاب الطالب وهو إيصال توصيل السؤال بالجواب المناسب إلى وكان How old are you؟ I am 16 أخذنا الهدي What character do you play؟ I play the part of Samara What kind of TV program is it؟ It is a comedy How did you get the part؟ How did you get the part؟ هنا كيف حصلت عليه؟ I saw a poster at school How long did it take؟ Six months هذه كانت مراجعة موجود هنا عندي write more three more questions to ask لوسي ايضا في صفحه 28 من كتاب النشاط وايضا هذا هو اعاده للتمرين اللي كان موجود في كتاب الطالب سي انه نكتب ثلاث جمل اضافيه فاحنا كتبنا هذه الجمل ذا تي the TV program called what is the TV program called يعني is it hard or easy to be an actor or do you go to school هذه مجموعه من الاسئله وممكن انت تكتب اي سؤال يخطر ببالك. الآن عزيزي الطالب في نفس الصفحة عندنا تمرين جدا مهم هو التمرين الأول put the words in the correct order to make questions هنا شلون راح أرتب الجملة في حالة إنه أريد أكون سؤال لازم أرتبها بشكل صحيح لأكون سؤال وهذا راح نعتمد به على إنه نبدي الجملة بدبليو اتش كويستشن لاحظوا أنه يريد هي كويستشن وهذا شرحناه في حالة المضارع البسيط والماضي البسيط اللي تناولناها قبل قليل فراح يكون السؤال الأول هو what character do you play in this new TV comedy what character do قدمناها على الفاعل play فعل مجرد in this new TV comedy باقي الجملة happy got you where the when part you أيضا راح يكون هو were you happy were you happy ولاحظ عزيزي الطالب هنا وين هي أداة ربط وليست أداة استفهام were you happy هل كنت سعيدا when you got the part عندما حصلت على الدور هل كنت سعيدا عندما حصلت على الدور hear the how news did you how هي أداة السؤال بعدها فعل مساعد did ثم الفاعل وبعدها الفعل المجاد وباقى الجملة how did you hear the news play the how school did about you find out find out يعني وجدت أو اكتشفت how did you find out about the school play how did you find out about the school play هذا كان هو ترتيب الجمل واعتمدنا به على شرحنا في حال تكوين جمل في حالة الماضي البسيط أو المضارع البسيط. Listen and check. Listen and check. نستمع ونشوف ترتيبنا هل كان صحيح أم لا. What character do you play in this new TV comedy؟ هذه بالصف راح تستمع لها عزيزة طالب بعد ما تحل التمرين ونشوف حلك صحيح أم خاطئ. Were you happy when you get the part? when you got the part? C. How did you hear the news? D. How did you find out about the school play? Here we have exercise 3 page 29 صفحة 29 عندنا هذا التمرين الثالث هنا one student wrote about the inter his interview with Lucy طالب كتب عن مقابلته with Lucy some information is wrong بعضها كانت معلومات خاطئة فأني راح أصحح هذه المعلومات وماكو أي أخطاء إملائية أو قواعدية هذه أمامكم هي المعلومات الخاطئة اللي عليها ما استندنا استندنا بها على المقابلة والمحاورة اللي قريناها قبل قليل فهذه هي الأخطاء اللي كانت موجودة واللي يصححها الطالب هذه هي الأخطاء الموجودة واللي صححها الطالب أمامكم عزيزي الطالب انه هورر بروجرام هي تي في كوميدي فيلم تيست ان اوديشن 300 200 والى اخره امامكم الحلول. ننتقل الان الى التمرين الرابع هنا راح تكون عندي اخطاء املائيه مثلا لوزي از ان اكتر هذا هو املاءها الصحيح الكوميدي املاءها الصحيح هذا والكاركتر املاءها الصحيح هذا تلاحظون الوير هذا املاءها الصحيح والكول هذا املاءها الصحيح توك هذا املاءها وسبيشال وهير هذا إملاءها الصحيح وهذه هي إملاء الكلمات اللي كانت عندك خاطئة عزيز الطالب So dear student here we come to the end of our lesson for today Thank you for being with us and goodbye